فما قانون يجرم العنف ضد النساء جعفر، لكن القانون ماهوش قاعد يطبق 100%. برشا من نساء وما نعممش مره اخرى يلقاو اذان صماء كي يمشيو يشكيو. والمصيبه الاكبر بالنسبه لي انا المجتمع اللي مازال يقول لها هاني على روحك اللي كم غرفتك شهزت اش عمل ما عملوا الرجال، ويمنوا المقصود ذكور مش رجال. بو وام تجيهم بنتهم تقول لهم يعمل لي وكذا، يقولوا لها يرجعوها له، يقولوا لها اصبر على خاطر صغارك، كبر صغارك. الصغار هذوما اللي نحكيوا عليهم اللي هي ترجع على خاطرهم، معناها شنو يراو وشنو يعيشوا وشنو ينجموا يشهدوا بعينيهم على ابوهم مثلا يقتل في امهم، وكان ما وصلش قتلها، عايشين مع ام تتعنف، ام مهانه، ام تتضرب، ام عايشه في الخوف، كيف باش تربيهم هما غدوه هذوما شنو يطلعوا يطبعوا مع الشيء هذا. الطفله غدوه تنجم تقبل الضرب من راجلها، والولد أمراض نفسية، عقد اللي تحب أنت، الولايد ينجم بدوره وهو يستبيح شريكة حياته نهار آخر ويضربها ويعنفها وينجم يوصل لقدر الله يقتلها زده هو، وإحنا في الآخر نقعد ونحسب في الضحايا.